الفقره الرابعه هي فقره نتائج ماتشات. هنسال عن نتائج ماتشات، هقول لك الماتش واقول لكم ثلاث اختيارات والمطلوب منكم تعرفوا ايه هو الاختيار الصح. المهم يعني هنسال الاسئله الاول لتيم امير وتيم دكتور عادل بعد الألفين. يا عم انت على ضمانتك. لا 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 ثواني، لا ثواني ثواني، لا لو هتسال بعد الألفين انا اروح بقى. استنى يا عم استنى، اصل انت كده بتوجهه. شفت هما يوجهوا يعني اخر 22 سنه كوره. والله العظيم 22 سنه كوره كان عندي 10 سنين وابتديت اكتر. مش هو اللي طلب، مش عارف 22 سنه في الكوره. اول مباراه مباراه انجلترا والدنمارك في دور ال 16 سنه 2002. الدنمارك وانجلترا في دور ال 16 2002. النتيجه كانت كام؟ 3-0 انجلترا، 2-0 انجلترا، 1-0 دنمارك. انا عارف 2-0. 3-0 انجلترا. ايه 3-0 لانجلترا. مباراه المركز الثالث والرابع في كاس العالم 82 كانت بين بولندا وفرنسا. تمام. خلصت كام؟ فين الاختيارات؟ ايوه ماشي فكرنا اختيارات. هي بولندا كسبت الماتش 3-2 بولندا، 2-1 بولندا، 1-0 بولندا. 2-1 بولندا. غلط. 3-2 بولندا. ايه اللي حصل يا عم؟ هو ايه اللي حصل؟ جاب من كتاب تاني زميل تاني. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ معلش اتحسدت. ايه اللي حصل؟ ماشي ما ترقصش. ماشي ما ترقصش، ما ترقصش عشان احنا مش هنجاوب ولا سؤال في البتاعه دي اساسا. ماشي ماشي. السؤال الاخير، مدرسه عصوم. المانيا لعبت البرتغال في دور المجموعات 2014. الماتش ده خلص كام؟ 4-0. صح. مين اللي جاب الاجوال؟ لا مين اللي عمل اسيست الجون الثالث؟ لا ده اللعبة دي نلعبها ان شاء الله في الجزء الرابع. كده الفريق ده جاوب واحد. اسألهم بقى سؤالين من القديم قوي. انت عملت معايا كده سنة 98 في دور ال 16 اول ماتش البرازيل وتشيلي، 4-1 برازيل ولا 3-1 برازيل ولا 2-1 البرازيل؟ دور المجموعات دور 16. انا بقول لك 34 38 4-1. إجابة صح. والله هزار والله هزار والله هزار. يعني انت عملت معاهم سؤال سهل جدا. هيجي ما هو تسعينات. هو ده سؤال سهل جدا يا عم. تسعينات تسعينات يا عم. انت ليه معسسني ان عندك 20 سنه؟ ما انت في التسعينات ده تلاقيك كنت وقتها في الجامعه. والله العظيم محمود اللي بيوجهه. والله العظيم والله العظيم. عايزين واحده وانا مين؟ واحده ونكسب. ايطاليا وبولندا في نص نهائي 82. والله قول قول. 2-0 ايطاليا، 3-1 ايطاليا، 1-0 ايطاليا. عادي لما تقول وانت ما بتخلشش مني. ما انا بقى بشورك. بتشورني ايه؟ ما شفتش بشورك. ما اعرفش. 2-0 صح. 2-0 اللي جابهم باولو روسي. يا عم كنت قلت ايوه صح. 2-0 اللي جابهم باولو روسي صح. عملتها ازاي؟ قول لباولو روسي عملتها ازاي؟ كلا ان المحمود خابطها خابطها والله. بس صح تصدق انا انا عرفتها دي. ايوه والله هو هو كده ان انا ما خدتش بالي. هو كده مش بس فريق عز والمحمودي كسب، هو مش محتاج السؤال الثالث عشان يكسب. هو كسبان 2-1 في اول سؤالين. وكان النتيجه النهائيه بقت 2-1 قبل اخر فقره.